السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا الفيديو السابق وضحت لكم كيفية تنصيب برنامج الإلكترونيك وورك بنش اللي راح نستعمله بمختبر التصميم المنطقي. مشكلة هذا البرنامج إنه ما يشتغل بعد على ويندوز 7، فقط ويندوز 10، لأنه خلص الأكتيفيشن مال الويندوز، يعني 7. يعني يفضل إنه تنصبوه على الحاسبة اللي بيها ويندوز 10. بالنسبة للي ما عندهم حاسبة، أكو تطبيق على الموبايل لقيته كلش حلو وسهل، نقدر أيضا ننفذ بيه البوابات المنطقية، وراح أرفق لكم إياه ويا البوست الخاص بهذا الشيء. البرنامج يبدأ. أوكي، هاي سوي لها اوكي عفوها. هذا هو واجهة البرنامج اللي راح نستعمله. عندي اني هنا لوحات، كل لوحة تحتوي مجموعة من الاشياء اللي احتاجها حتى ابني الدائرة الكهربائية. مثل ما تعرفون انه كل شيء بالحاسبة اساسه هو اشارة 0 1، اشارة كهربائية، والحاسبة هي عبارة عن مجموعة من الدوائر الكهربائية اللي مترابطة سوا حتى تؤدي وظيفة معينة. مثلا الرام هو عبارة عن مجموعة دوائر كهربائية خاصة مربوطة بشكل معين حتى تؤدي وظيفة معينة. الهارد، المذر بورد إلى آخره، كلها بيها دوائر كهربائية، كل دائرة لها وظيفة. إحنا بهذا المختبر رح ناخذ شلون ننفذ الدوائر الكهربائية. أبسط دائرة كهربائية هي الأند جيت. راح نبدي بالأند جيت كدائرة كهربائية، المفروض أنتم ماخذيها بالنظري. لازم تعرفون رسمها، اسمها، التروث تيبل مالتها ومعادلتها. نجي أول شي حتى أسوي دائرة كهربائية، أبقى ضاغطة على هذا حتى أقدر أنزله. أول شي أخذ هذا هو مؤرض أو أرضي أو earth أو ground، إيش تقدرون تسموه. هذا باتري، لازم أني كل دائرة عندي بيها ground وبيها باتري. من أجي أربطهم أنتظر تطلع النقطة السوداء وأوصلها هنا. أوكي، هاي شغلتين أحتاجها بالفقرة ال sources. ثاني فقرة اللي هي البيسك، من البيسك راح احتاج هاي النقطة السوداء اللي هي كونكتر، بس اقولكم هاي شنو. اوكي، وراح احتاج تو سويتشز. ليش تو؟ هسه امينة اشرح لكم ليش. اغلق هاي. اول شغلة اني عندي دالة منطقية او بوابة منطقية اللي هي الاند جيت، اجيبها من اللوجيك جيت. خلي انزل الدالة او البوابة المنطقية، وأحتاج أيضا مصباح بلب. هذا ليش أحتاجه؟ حتى أقدر أشوف التنفيذ مالتي. هسه إحنا خلصنا الدائرة مالتنا كهربائية كاملة. أول شغلة أربط الأجزاء. هذا الكونكتر بأربع خيارات للربط. أول خيار أربطه بالبطارية والجراوند. ثاني خيار استعمله اربطه مع اول سويتش. السويتش هو عبارة عن مفتاح، انطي بيه امر يا اما 0 يا اما 1. الخيار الثالث من اوكي، هسه صار عندي السويتشز اثنيناتها مربوطة. شلون راح اربط هذه على الدالة الكهربائية وعلى الاند جيت؟ اجي اخذ الفوق هذا واربط، اخذ الفوق واربط. ليش اخذت الفوق؟ يصير اخذ الجوا، يصير يا اما اخذهم اثنينهم جوا او اثنينهم فوق. ليش؟ حتى اعرف الحالة اللي عندي. هسه هذا الحالة تشوفون هنا اكو فتحة فراغ، هذه معناها 0، هذه 0. فمن ادوس سبيس هذه انغلقت، صارت واحد.
هسه أني عندي السبيس بيتحرك اثنينهم سوا، هاي شلون أحل هالمشكلة؟ دبل كليك على السويتش وانطي اسم، سوري انطي اسم، أول واحد سميته A، ثاني واحد سميته B. ليش انطيتهم A و B؟ أقدر أسميهم غير شيء؟ إيه أقدر، أي حرفين أقدر أذكر من ال A إلى Z. ليش سويت A و B؟ شوفوا هسه أنا راح أشتغل، انتبهوا على سويتش A، شوفوا صار واحد، هسه صفر. هالشون حركته؟ دا أضغط على حرف A بالكيبورد، هذا ال B واحد صفر، شلون حركته؟ أضغط على حرف B. هسه مثلا عندي ال A واحد ال B صفر، هسه ال A وال B هي قيمتها واحد، A صفر B واحد، A صفر و B صفر. هاي الأربع حالات، ليش طلعت عندي أربع حالات اللي هي صفر صفر و صفر واحد، واحد صفر العفو، صفر واحد وصفر صفر؟ ليش طلعت عندي هاي الأربع حالات؟ لأن أنا عندي two input A و B. إذا عندي ثلاثة A و B و C راح تطلع عندي اثنين أس ثلاثة يعني ثمانية، راح تطلع عندي ثمانية، أوكي. الأنت جيت هي بوابة منطقية تنطيني output، شنو الأوتبوت مالتها؟ المفروض بحالة الصفر صفر هذا المصباح ما يشتغل، واحد صفر وصفر واحد ما يشتغل، بس بحالة الواحد واحد هاي هي الأند جيت، هي هيجي متكونة. هذا المصباح طبعا بالنقر عليه أقدر أغير اللون ماله، ممكن أحمر أخضر أزرق على راحتي. هسه عندي الدالة كملت أو الدائرة الكهربائية كملت، أنا ممكن أسيبها أسميها أند واحد مثلا، أوكي ممكن أسيبها، أني لين أوريدي مسيفة وحدة فطلعت لي هاي الرسالة. آخر شغلة هنا دا تنتبهوا لي طلاب، هنا أنا أكو سويتش، السويتش من أدوسه هسه أني فعلت الكهرباء بالدائرة الكهربائية، هسه عندي صفر صفر ما يشتغل المصباح، واحد صفر ما يشتغل، صفر واحد ما يشتغل، واحد واحد اشتغل المصباح وانتهى التنفيذ. هسه ورا ما انتهى التنفيذ راح ان شاء الله ارفق لكم صورة عن الرسم، هذا الرسم شلون ترسموه باليد، لان انتو لازم تتعلمون ترسموه على الاقل باليد اذا ما عندكم برنامج. راح ارفق لكم صورة ويا المحاضرة ان شاء الله بها الرسم، بيها معادلة الاند جيت، بيها الترو ستيبل مال الاند جيت، و الفيديو هذا ان شاء الله. اتمنى تكونون فهمتوا المحاضرة، اي استفسار ان شاء الله انا موجودة اجاوبكم. بس اذكركم بشغلة واحدة، من انا اول وحدة السورسز اخذ الجراوند والباتري، ثاني وحدة البيسك اخذ الكونكتر واخذ السويتش. السويتش وين صاير؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، سابع واحد، سابع واحد، مو تختارون هذا لا هذا. اجي على البوابات المنطقية، طبعا كل بوابة من ذولة لها تنفيذ معين، يعني الاند بالواحد واحد يشتغل الضوء، الاور كل الحالات عدا صفر صفر يشتغل الضوء. هذه النوت شنو؟ هذه النوت من اجي اخلي نوت هنا اربط مثلا هاي النوت، النوت شنو وظيفتها؟ النوت هي انفرتر، اذا دخلت هنا واحد الاوتبوت هنا راح يكون صفر، اذا دخلت هنا صفر الاوتبوت هنا راح يكون واحد. هسه من اجي انفذ الاند جيت لازم ارجع افتح الدائرة لان غيرتها، افتح التيار الكهربائي. هسه اني عندي قلنا بحالة الواحد واحد المفروض المصباح يشتغل، لكن هسه ما اشتغل عندي المصباح، ليش؟ لان اللي داخل عندي هو واحد صفر مو واحد واحد، هاي من اسويها صفر راح يشتغل المصباح. ليش؟ لانه عندي هنا هاي النوت، النوت تعكس الانبوت اللي يدخل لها، تطلع الاوتبوت المغاير اللي، فانتبهوا شوية على هذه الشغلة.
حتى ما تخربطون. اللي يحب يجرب الأور النوت يقدر يجربها، كلش سهلة. شلون؟ راح أمسح حسة الأند جيت، أمسحها للأند جيت وأنزل بمكانها أور، أور جيت. خلي أمسح هاي النوت، ما أحتاج هسه حاليا. أوكي، أربط. قلنا إحنا نروح وين؟ على الفوق. سوري، لازم أطفي الدائرة طبعا. يلا أقدر أربط حتى ما أنتل. هاي هم مصممين بهاي الطريقة اللطيفة. أوكي، وأجي أربط هذا بهذا، انتهى. هسه أبدي أنفذ الأورجيت. إحنا قلنا بس بحالة الصفر صفر ما يشتغل. شوفوا، واحد واحد، صفر واحد، واحد صفر، كلها تشتغل عدا حالة الصفر صفر. إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم. الأند جيت، الأورد جيت، والنوت أخذناها، أخذنا فكرة شلون نستعملها، شلون نستعمل البرنامج وننفذ بيه. أتمنى تكون المحاضرة واضحة. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح أعطيكم الإكس أور والإكس نور وأشرح لكم عنها، ونبدي وراها ناخذ بقية التنفيذات اللي موجودة. شكراً.